يتوقف هذا العدوان وأن يتحرر أسرانا من خلف الخطوان. نعم، هو انقلاب جذري في سياسة الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر في ظل حملات الاعتقال الواسعة والمكثفة والتي طالت مختلف قطاعات أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث يتعرض الأسرى في كل يوم إلى عمليات قمع وتنكيل وحرمان من كافة حقوقهم الإنسانية. هذه السجون التي حولها الاحتلال إلى مقابر وإلى كهوف وإلى مسالخ في ظل الاعتداءات التي طالت مختلف قطاعات المعتقلين. أقول لك بشكل واضح بأن الأسرى يعيشون ضربا من الجحيم في ظل هذه الممارسات لا إنسانية ولا أخلاقية والمخالفة لكل القوانين الدولية وبتعليمات من قبل مختلف المؤسسات السياسية والعسكرية لدى منظومة الاحتلال التي تسعى إلى الانقضاض على حقوق المعتقلين. الأوضاع كارثية، الأسرى يحرمون من العلاج، يحرمون من الغذاء، هناك سياسة تجويع قاتلة وخطيرة وتستخدم كسياسة تنكيل بحق المعتقلين الذين يخرجون من السجون وقد انخفض من أوزانهم ما بين 20 إلى 30 كيلوغرام، بالإضافة إلى الأمراض التي أصبحت تصاحبهم بعد خروجهم من السجون. وبالتالي هذا الذي يقوم به الاحتلال هو بمعزل عن كل القوانين الدولية، الأمر الذي يتطلب من كل هذه المؤسسات الحقوقية والقانونية أن تستعيد دورها الحقوقي والقانوني وأن لا يترك الأسرى فريسة لهذا المحتل. نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 10,000 معتقل فلسطيني في مختلف السجون، بالإضافة إلى ربما الآلاف من قطاع غزة الذين لا نعرف عنهم أي معلومات في ظل سياسة الإخفاء القسري وعدم إفصاح الاحتلال الإسرائيلي عن أي معلومات تتعلق في ظروف اعتقالهم. بالتالي أنا أقول لك أيضا أن الأسرى في خطر كبير، 18 شهيدا ارتقوا على مدار الفترة الماضية، وربما نستقبل شهداء آخرين إذا ما استمر هذا العدوان بحق أسرنا داخل المعتقلات.